بحبك، بحبك، بحبكم كلكم وانتوا عارفين، وبحب اللي بيشاور لي ده عشان انا كمان بحبكم، كل اللي بيتفرج علينا وكل اللي بيشاهدنا انا بحبكم جدا. طبعا مش بحبكم عشان الفالنتاين، انا بحبكم بصفة عامة وفي كل يوم وفي كل وقت. النهاردة حبينا بقى نعمل فقرة مجنونة كده بقى، بما اننا فالنتاين واعياد وحاجات، ويا رب كل المتجوزين والمخطوبين واللي بيحبوا بعض ما ينسوش يجيبوا الهدايا، صح يا نوال ولا ايه الكلام؟ صح، مالك يا نوال؟ يجيبوها دلوقتي افضل عشان بعد الجواز مش هيجيبوها. اوعي تسمعوا الحته دي كات، يعني تسمعوش الكلام ده خالص. لا طبعا كلنا لازم نهادي بعض حتى بالكلمه الحلوه، انتوا عارفين ان انا يعني متواضعه الى حد ما في جدا الحاجات دي، بس احنا لازم حتى مسج حلوه، اغنيه حلوه، كلمه حلوه، اي حاجه حلوه، علشان احنا لازم بجد نحب بعض في كل حاجه. طبعا احنا بنتكلم عن الحب النهارده والاجواء الرومانسيه، فبالتالي مش هننسى العرايس بتوع فيونكا وبيبيون. العروسه عشان تكون كامله متكامله لازم نوال تكون معاها. ليه بقى؟ لان نوال تقريبا بجد والله العظيم انا شفت صورها، تحس ان هي اليجنت كده، اميره كده، تخلي العروسه اميره، حبيبتي ان كانت لفه الطرحه، ان كانت بشعرها، ان كانت بتاج، ان كانت بهيربي، في سنس معاكي بيخلي لي اللوك كله لايق على بعض. هتطلعي كل الخبايا دي دلوقتي. تمام معاكي. بدأتي امتى؟ بدأت تقريبا من 7 سنين ونص، اشتغلت فترة طبعا تحت اسم ناس مشهورة ولها اسمها طبعا ولها الفضل الأكبر ان اوصل للمرحلة دي، جميل، بسبب الأعداد اللي كانت ما شاء الله معاها ربنا يبارك لها ويزيدها، امين يا رب. وبسبب طبعا الستايلات اتغيرت كل سنة، وان انا وهي كنا بندور سوا وكبرنا سوا، وطبعا ده شرف لينا انا اشتغلت معاها وما انكرهاش وما انكرش فضلها. انت جميلة وبعد كده تسلم والله، يا روحي. وبعد كده بقى قررت انفصل لسه من شهر ونص بس. بس بس واحنا خدنا بقى، خدناكي بقى، خطفناها عشان بالظبط. تقول لنا انت بتعملي ايه. إيه انا اصلا كنت حابه موضوع الطرح اكتر، وان انا الف العرايس طرح كتير يعني اشكال مختلفه كتير. حلو، بدات طبعا اول ما بدات خالص كانت الماتيريال لسه تول بسيط خالص، تول بيلمع اللي هو بتاع زمان قوي ده. ايوه. بدانا نطور بقى، ندور على ماتيريال جديده، طلع في ماتيريال اصلا احنا نسمع عنها ومش موجوده، يعني بنشوفها على شكل العرايس موجودين في القاهره عموما مش موجودين في بلاد تانية، عشان ستايلهم وعشان شكلهم وعشان اماكن وكده. بعد كده بقى احنا بدانا نجيب الخامات دي ونشتغل بقى ماتيريال تانية خالص. جميل. طبعا الجبير ما كانش موجود في الطرح اصلا، بدا بقى يبقى موجود من سنين. بعد كده بدا يبقى فيه لولي، وده طبعا بالنسبه للناس كانت موضه قديمه رجعت ازاي. بعد كده بدا يبقى فيه كريستال، بعد كده بدا بقى ظهور الهيد بيس. الهيد بيس اصلا دي موجوده من زمان، بس زمان العرايس ما عملت كانش ضجة دلوقتي. العرايس ما كانش عندها لسه اللي هي النقطه بتاعت لا انا هحط هيد بيس، لا انا عايزه تاج. لسه كنت هقول لك كانت مربوطة عروسة، يعني تاج. تاج وطرحه، تاج بالظبط وطرحه كده. بس خلاص. لا ونكمل عليهم الاسبانش. اي طبيعي ده، بصي مستحيل نخرج عنها لازم نكمل الثلاثة، إذا مستحيل. أنا عروسة. احنا ما كناش بنخرج عن الموضوع ده خالص. بدانا بقى ان احنا نغير فكره العروسه، طب ما احنا ممكن مثلا بدل انت خلاص مقتنعه بالحجاب كامل، عايزه حجاب مقفول مش عايزه تبيني شعرك، ما تعمليش اسبانش بتاع مش هيليق عليكي، تمام طبعا. لان طبعا في وشوش طويله لما بتعمل اسبانش طولها بيزيد، فطبيعي انا كده مش بساعدك، انا كده بظلمك. برافو عليكي. فبقى اقول لك طب ما خلاص انت بقى مقتنعه بالحجاب، خليكي حجاب مقفول، حلو. خليكي النظام التركي، النظام السوري، نظام المحجبات عموما المقفول اللي هو اصلا كلاسيك وشيك، وفي نفس الوقت رقبتك مش باينه، شكلك منسق على بعض وعروسه حلوه. تمام. لا خلاص انا هطلع شويه شعر. اوكي ادخلي بقى في مجال تاني اللي هو نص حجاب. حلو. النص حجاب هبين شويه صغيرين مش هبين شويه كتير، عشان نبقى عارفين نص حجاب بيبدا من السنتي لغايه 3.5 5 بالكتير قوي. انتي شغاله بالسنتي؟ حلو قوي ده. تمام. طبعا وش العروسه ساعات بيحكمني، بتبقى مثلا حاجزه معايا نص حجاب، اروح الاقي وشها حلو جدا وما شاء الله مدور وعينيها ملونه وشكلها حلو قوي قوي، طب انا كده هعمل لك نص حجاب ما عنديش اي مشكله، هتطلعي حلوه فيه، بس ممكن تطلعي واو لو عملنا كاش، يعني ايه كاش؟ بينت 3/4 شعرك وخدت حته صغيره خالص ورا. انت رايحه تخليها تاخد زنوب زياده. والله ما ببقى قصدي، على فكره انا بحب الحجاب التركي جدا يا جماعه، والله انا بحبه جدا جدا وبحب ليه الفوق. بتعملي في نفسك كده يا ماما؟ بصي انا مبدا ايه، انت حبيتي تبيني شعرك اوكي، بينيه صح، يا تبيني انت بقى من مبدأ يا تبينيه ما يا تبينيهوش مبينهوش، خالص. يا تمشي صح يا بلاش.
لا يعني بس برضو لا انما اطلع حته صغيره كده حته واضحك على نفسي. صغنطوطه حلوه. لا بصي اصل دي عروسه، ما هو انا ما بينفعش ابقى جايبه فستان عريان قوي. لا عريان، لا 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 ده ده كده يعني ما ينفعش خالص. لا ما هو بصي انا بقى انا لا دلوقتي عريان بيحكمني، اقلع لا يعني، ما لكن هو ما بيحكمني ينفعش. بقى الفستان، وش العروسه، ستايل الميك اب، شكلها عموما. في عروسه مثلا تحس ان هي هاديه قوي، طبيعي مش هقدر اعمل معاها كاش، مش هقدر اجننك، فاهمه؟ لازم تفضلي في اللوك اللي انت خارجه بيه، انت طبيعتك كده. انتي بتكملي اللي موجود. بكمل الشكل اللي يدي الناس ايحاء وهي داخله القاعه لسه. طبعها كذا، جميل. اول ما تشوفي العروسه من بعيد تقولي شكلها مجنونه، شكلها روشه، شكلها جنن الفرح. لا العروسه دي شكلها هاديه قوي، من قبل ما تعرفيها هي بتديها شخصيا. كاريزما. بديها شكلها، حلو ده. بكمل ستايل الميك اب اللي كانت عاملاه ايا كانت مين، تمام؟ طبعا تعاملي مع ناس كبيره في المنصوره وفي مجالهم وفي شغلهم وما شاء الله اسماء وكوادر، ده خلاني مش بتكلم مع العروسه وانا عارفه انا عايزه منها ايه. حلو. مش عايزه مثلا، مش عايزه اجرب معاها، لا انا بصي يا عروسه انا في دماغي كذا، تسمعي مني الاول بعد كده اشوفك تعجبك ولا لا. تقولي ماشي اسمع منك، ما عجبكيش نهدي تاني خالص ونبدا من الصفر، حلو مش ده. اي انتي مشكله مريحة، خالص. انتي حقيقي حبيبتي مريحة. حبيبتي هادية قوي يا جماعة، هادية وجاية متأخر وبتتعامل والله بالراحة. انا على بص فكره المره دي جايه بدري جدا. بس كنت بشرب قهوه يعني يا زلمه اشرب مروه. يا حبيبتي، انتي قاعدة في بيتك هنا في فيوم حبيبتي كابوبيون، ده حبيبتي بيتكم كلكم يا جماعة. قولي لي بقى، لو انا دلوقتي عروسة مش عارفة اختار بقى، ابين 3 سنتي ولا هيربيس ولا تاج، هتحكمي عليا ازاي؟ يعني اديني مقاييس. اول حاجه بشوف شكلك، اوكي، لا ملامح وشك، اديني مقاييس انا اختار بيها. انت يعني انا تختاري دلوقتي بيها، لو عروسه ومش من المنصوره او مش من القاهره او مش هكلمك، تمام. انصحيني بقى شويه نصايح. بصي اول حاجه اهتمامك بشعرك هيفرض عليكي تعملي كل حاجه، هيخليكي تعملي كل حاجه انت نفسك قول فيها. يا فنان، الله قول يا يخليكي يا فنان روحي. والله. يعني اهتمامك بشعرك خليكي تعملي كل حاجه، تخليكي تعملي سبانش، خليكي اوكي تعملي نص حجاب وكاش والتركي وكل حاجه نفسك فيها تعمليها جميل، بشكل منسق، وكل اللي معاكي هيبقى مبسوط. حلو. عينيكي ملونه، خليكي في الحجاب التركي على طول تمام، من ممكن غير نلبس تفاصيل. لينزز يعني عادي. لا عينيكي طبيعيه ملونه، اوكي، خليكي في الحجاب التركي على طول. فرقه يعني، في فرق. لا انا بالنسبه لي، مش بالنسبه لحد، الله اعلم اوكي، ممكن في ناس تانية لا. لا خلاص دي مدرستك يعني، انتي بتحبي كده. حجاب عينيكي ملونه، حجابك هيبان، انت كلك هتباني في الحجاب، مفصله تفاصيل رقيقه جدا بسيطه، مفيش فيكي اي حاجه. حلو، عروسه سيمبل مهما كنتي حتى ميك اب كتير. جميل. عروسه عندها جبين كبير، ما تلجئيش للنص حجاب، طبعا ما خالص، تلجئيش للنص حجاب مهما تعملي. حتى لو حلمك بلاش. ايوه يا تكتري شعر، تعملي شعر كتير اللي هو يا اما كاش يا اما فورمه يا اما ارجعي للتركي تاني خالص، اللي هو ما تبينيش شعر اساسا. طبعا انت شغلك ظاهر قدامنا على الشاشه، بس احنا مش تمام. هنركز في الكنز اللي انت بتقولي لي العرايس حبيبتي دلوقتي. الله يكرمك. انا خلينا بالبلد دي كده، قرتي كبيره ما بينش شعري، ما بينش النص حجاب، مش شعري كله، النص حجاب. اللي هو الحته الصغيره اوكي، ما بينهاش، لان دي هتديني مش اكتر. لا غير انه هيديني اكتر، هيبين للناس ان انا اصلا عندي عرض في القوره، اوكي، عندي طول، عندي شعر خفيف، عندي منابت بسيطه. لا انا مش عايزه، انا ببين الجمال اللي فيكي. طب معلش، في ناس بقى بتروح عاطيه فرق كده عشان تداري شويه من القوره. الفرق ده نزل موضه بصراحه وببقى حلو، بس بس مش يبقى على كل لسه الناس. كنت هقول لك، في ساعات فرق بيودي الدنيا في حته تانية خالص، لا بصي يعني بيخلي الفرق، اول المنظر حاجه غريب. الفرق لو هو ملزق، مش عايز يبقى عروسه وشها مطول خالص، عايز عروسه وشها مدور ومكبب وصغنن. لا مش شرط مدور، بس عندها خدود، خدود. اديكي مساحه، ادي وشك يا براحه، جماعه دي لفه الطرحه ليها كتالوج وسنتي. قولي يا بنات، قولي هنا واحد. واحد. طبعا وشك مدور قوي، ليكي خدود، لازم ابين الودن من الطرف، ما ينفعش اغطيكي. غطيتك ضغطت المنطقه دي، عملت كده والله العظيم. والله هخليكي داخله الفرح الناس كلها حاسه انك واخده بنيه في خدودك. لا المفروض ان انا باين شويه من الودان. وشك طويل واصريتي انك تعملي نص حجاب وحلم حياتك وخلاص، انت مش سامعه كلامي، مفيش اي مشكله، انزلي بتطل على ودانك، انزلي بتطل على ودانك، غطي كل ودانك لحد هنا. انزل في ورق الحائط. هو ده بالظبط التل عمل معايا ايه، ضغط لي الوش لتحت فدوره. ضحكت على الناس، برافو عليكي والله. دخلت بطرحه مرفوعه، شكلي حلو ومنسق، وعملت نص حجاب نفسي فيه، ما لبستش حلق عشان معظم الحلقان بتبان في الفرح اصلا من اولها لاخرها. كمان انا الحلق معايا بيتلبس في الاخر، ما بيتلبسش في الاول خالص، مستحيل.
الفرق بقى معلش. الفرق ان الحلقه ما بتلبس الاول بيخلي الطرحه طبيعيه مرسومه كده على ورا، فمسافه ما بتروح هي الفرح وتبدا تتحرك الطرحه بترجع لورا. برافو صح. لا انا اخلص الطرحه بعد كده اشد طرف الودن عشان لو بان منها حته كمان صغيره يبقى الحته اللي اتحط عليها الفونديشن مش الحته الباقيه اللي اصلا ما اتحطش عليها اي حاجه. اوكي. اجي بقى للعروسه، العروسه بتثبت طرحتها بايه؟ بتثبت طرحتها ب 600 حاجه، مش لسه حاجه واحده هقول لك. بنس وفراشين، وبتحط بنس رايح جاي ودورانات، يعني يعني العروسه بتروح الفرح ما بتحركش الطرحه من في عليها. 15 كيلو على دماغها. يعني انا معظم ريفيوهات الناس معايا زعلانه مني ان هم ما بيعرفوش يفكوا الطرحه، فانا طب كنت انت عايزه اعمل هتروحي معاهم اوبشن بالليل؟ معاهم نروح بالليل. والله انا ساعات بهزر مع الناس واقول لها خلاص انا جايك بليله افكها، مفيش مجال تاني. بس ارحم من انها تقع. لا احنا هي اكم من ناس فعلا الطرحه لو هي لابساها قدام بترجع لورا خالص وبتقع وبتدخل لا التويليت وتظبط مفيش نفسها الكلام ده بقى خلاص. انت بتضمني ان طرحتك كويسه بتتشقلبي في الفرح. يعني في عروسه بتبعت لي فيديوهات ليها بتقول لي انا والله من كميه الرقص بقعد، انا قعدت طول الليل مثلا 3 4 ساعات في الكنبه وجوزي وكان بيدعي عليكي. طب حلو طب حلو حلو ده كمان. حلو ده. طب قولي لي بقى، اختار الهيربيس ولا التاج؟ مين على حسب بيحكم؟ وشنا، انا انتي وانتي، يعني يعني، انا وانتي كعروسه. يعني حاجة تانية يعني، ده يتطلب مني ان انا يبقى في بيننا وبين بعض حوار قبل المناسبة بشوية ده يطلب مني اول حاجه اشوف فستانك. اصلا ايوه اشوف فستان، فستانك بيحكم معايا، صدر الفستان بيحكم معايا، ايه اللي هيبان من ايدك من الفستان بيحكم معايا، طبعا كل حاجه. اول حاجه كمان بعدها كله الميك اب، يعني ممكن يكون معمول لي ميك اب اوفر جدا، فانت تهدي. لو حطيت معاه تاج كمان قوي جدا حاسه العروسه مهرجان. قلبت على مكان تاني خالص. ايوه صح. فابدا بقى بص مش اهدي بالطرحه، ابدا اتناسق مع الطرحه مع الميك اب ان انا اخلي الشعر منسق قوي، فالناس يبقى توتال العروسه حلو، ما تقعدش بقى تفصص لا ده عينيها دي تقيله، ده حواجبها مش عارف ايه، لا توتال العروسه من بعيد حلو. دي في مشكلة كبيرة ممكن تحصل في الفرح. لا والله هو معظم الناس مش بيهتم بموضوع الطرح ده قد كده، يعني مش بيهتموا بيه. يعني في عروسه ممكن تحجز معايا طرحه بس لما اروح هناك الاقيها واو جدا وهي عندها اقتناع تام ان نقلب شعر. طيب اوكي يلا نكمل فورم، تمام مفيش اي مشكله خالص، عادي عادي خالص. بدل فستانك يسمح، شكلك يسمح، اوكي مش هظلمك، مش هغير ملامحك اخليكي وحشه والله انت بنت خلاص. جميله. طب قولي لي بقى، اديني شويه نصايح كتير جدا، انا مش هتكلم خالص، اديني شويه نصايح كتير جدا لو واحده داخله على مناسبتها تمام. اعمل ايه وما اعملش ايه، او اوعى من ايه ويا ريت اعمل ايه؟ اول حاجه يا ريت تهتم بشعرك ده اساسا، وانا كمان يتغسل كويس جدا، تهتمي بيه بحمام كريم او وكمان سيرم يكون كويس جدا. بلاش يا جماعه زيوت عشان خاطرنا والنبي ابوس ايديكم. ايوه صح. عشان انا تعبت. تاني كمان اختاري الفستان اللي يناسبك، بلاش اختار فستان عشان يبقى شكله حلو، فستان حلو على المانيكان بس مش عليكي. صح. اختاري حاجه اللي ما تعرضكيش، ما تبقيش عريضه من فوق وتروحي تجيبي لي فستان يخليكي كانك لابسه بشماعه. لا البسي الفستان بدلع، خليكي انثى. بصي قبل انت تبقي اي بجد حاجه. جميله لسبب، يعني انت جميله طبعا لاسباب كتير، بس انا لفت نظري ان هي بتتكلم نصيحه بجد، بتتكلم عن فستان يعني حاجه مش تخصصها خالص، هي عايزه العروسه تطلع متكامله، وده الفرق بقى بين حد الحابب جدا الفاينل لوك بتاع العروسه، وفي حد طالع بيتكلم عن الحاجه اللي هو بيشتغلها ان كانت ميك اب ارتست او بتصمم طرح او كملي يا نوال. تمام. اول ما تخلصي الفستان بتاعك وانا قلت لك مثلا ده في كذا ممكن نقدر نعمله، مفيش اي مشكله تجربي، يعني بلاش تاخدي لنفسك لا هعمل كذا يعني هعمل كذا. ايوه عارفه لا الصوره دي اللي كلنا بنحضرها على ايوه الموبايل قبل على المناسبه. فكره كل عروسه بتجيب لي الصوره دي ما بتعملهاش، طبعا طبعا انا اقسم بالله ما عارفه، بتعملهاش. اصل انا فاشن ديزاينر، فكل واحده بتجيلي جايبه صوره الفستان وتقول لي بصي هو ده انا كده عروسه، بشيل الصوره واعمل حاجه تانية ايوه خالص. خالص. يعني انت ممكن تجيبي لي فستان فعلا عريض من فوق، طرحه اصلا مش هتمشي معاكي. معظم البنات عايزين تربونه، انا عايش اي مشكله على فكره، انا بعمل تربونه بايدي، حلو يعني انا ما بالطرحه بشتغلهاش العاديه. جاهزه. لا مش بالطرحه العاديه، بتول بتول وبخليها اخلي كل اللي بيشوفها بعمل الفيونكه حتى بتاعت تربونه بايدي، الستايل الضفيره نفسه بعمله بايدي، كل حاجه بعملها. طب في حاجه مهمه جدا عايز اسالك عليها، قولي حاجه. الشابوهات مالها؟ او برأي معاكي بتليق على ناس ايوه وناس، مين بس بقى؟ الشابوهات بنات الدلع، يعني احطها للعروسه اللي هي اصلا دلوعه، اللي حركتها في الفرح بتبقى بميل، اللي هي بتعرف تتعامل، بتعرف ترقص، طب وانتي بتعرف. بتقري ده من شكلها؟ اصلا العروسه اول ما بتقعد معاكي بيبان روحها عليها، برافو عليكي. مجرد ما العروسه بتبقى
واخده تنشن نفسها كده وقاعده في جنب، تبداي تحكمي بقى. هي اصلا خجولة طبعها خجول هادية. هاديه، لما يجي بحط لها احط لك شابوه تقولي لا 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 طبعا خلاص هي في بانيك وعلى اتاك بيجي. ايوه. ولا كمان حتى هيد بيس، لا ده انا كمان انا عايزه تاج، يعني تاج وحاجه صغير وسيمبل وشكرا والطرحه وكل سنه وانتم تقليدية. طيبين. بس تمام. بصي هي كاريزما، يعني في ناس تقدر تتقبل ان هي تكون مجنونة، وفي ناس بتتقبل ان هي تبقى تقليدية تمام. بس انا كعروسه المفروض اعمل لوك لنفسي ناس تقلدني، مش صح، هبقى انا المعتاد. مش كلنا بنفكر كده. ما هو احنا المفروض بقى ان احنا خلاص احنا اتطورنا جامد وبقينا بنات تانية خالص، وبقينا بندور وبنلبس حاجات حلوه وبنعمل حاجات جديده. طب ايه المشكله ان انا افكر اعمل حاجات اصلا ملهاش علاقه؟ يعني انا مثلا ممكن احط في طرحه عروسه ريش، ده حلو جدا. بالنسبه للناس ايه اللي عامله ده. ممكن اعمل طرحه عروسه فرو، شتاء هي في الشتاء. دخلتي بقى انت في الصيفي ايوه والشتوي. ايوه ممكن بقى طب على قولي لي حسب بقى اقسم بقى. بتعملي ايه في الصيف وبتعملي ايه في الشتاء؟ بس الشتوي بلزمه على طول بالفرو بالريش، بلزمه مثلا بالحاجات اللي فيها تقل كثافه. الصيف اربطه بالورد، بالفراشات، بالفيونكات، بالفلورات الصغننه خالص، مش اللي هي شبه الورد، شبه الفلات الصغننه دي، الهلالات، الحاجات اللي هي بتبقى طايره تحسس الناس ان انت في جو ربيع اكتر او صيف اكتر. انما الشتاء لازم يبقى مكتوم، لازم يبقى جبير مطرز كتير، فرو كتير، هيد بيس مليانه كبيره. قولي لي، طب الهربيس اللي انت بتعمليه ده بقى ايه؟ بصي الاول انت بتكلم مع العروسه، شريره، بصي طلعي افكار حلوه قوي. بتكلم مع العروسه مبدئيا انت حابه ايه. طبعا انا بتعامل مع ناس طبعا بيكون عندهم الستايلات دي عندهم في المكان. اوكي. تمام. بيكون مثلا جايبين كوليكشن بصراحه حلو، يعني كل الناس بشتغل معاها في المنصوره بصفه عامه ما شاء الله عندهم حاجات حلوه. فهم ما طبعا تزعليش العرايس اللي مش من المنصوره، يعني يعني انت كده هتبقي في كل المحافظات على فكره. قول يا رب. ان شاء الله يا رب باذن الله. فانا الناس اللي بتعامل معاهم في الاماكن دي يعني بعرض عليهم حاجه جديده، افكار. اوكي. قبلوها اوكي، ما قبلهاش خلاص. عرايس بقى بيبقوا معايا في الفندق بره او في اماكن تانية او كده، بيبقى نظام بقى ايه اللي هو بشوف الفستان، بتعامل معاكي على ان الفستان ده حلو. طب ايه رايك ندخل فيه كذا؟ لا والله يا اصل مش. طب تجربي، طب تشوفي، خلاص اوكي ماشي اشوف. طب اخد هيد بيس ولا تاج؟ طب ما اقول لك طب اجربي الاثنين، انت متاح معاكي الاثنين؟ متاح معايا كل حاجه. انت مريحه. جدا مع ايوه. العرايس، العرايس بيحبوني ايوه انا تاج. بقول لك انت مريحه. فببدا اتعامل مع العروسه مثلا قبل الفرح مثلا ممكن 3 4 شهور، يعني في ناس اصلا فرحها في شهر 7 الجاي وحاجزه معايا من شهر ده مهم 11. طبعا. شهر 11 مثلا بفضل اتكلم معاها شهر 7. تخيلي كل يوم تفاصيل بقى، الشوزه، البوكيه، طب ايه رايك كذا. خلاص مبقتش عروسه بالنسبه لي، بقت نوال انت صاحبتي. هتيجي تاني وهتعملي لنا حاجات على الهوا. ان شاء الله. اكيد خلاص. ان شاء الله ان شاء شكرا الله. ليكي يا نوال، بجد سلام. اتبسطت جدا بيكي وانا النهارده. اكتر والله. طبعا في ديتيلز كتير جدا في الفقره، اتفرجوا بقى عليها تاني على السوشيال ميديا على فيونكا وبيبيون عشان تعرفوا كل الحاجات المهمه اللي قالتها نوال. بجد هتوحشوني للاسبوع الجاي. اوعوا تنسوا تجيبوا الهدايا او تفكروا في الهدايا بتاعه الفالنتاين. وهابي فالنتاين داي ليكوا كلكم. باي باي، واشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله.